السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم مع مراجعة على ما تم دراسته من مهارة الكلمة والجملة. الأهداف: ماذا تتوقع أن تتعلم خلال هذا العرض؟ 1- أن تحدد أركان الأسلوب النداء تحديدا صحيحا. 2- أن تحدد المفعول المطلق تحديدا سليما. 3- أن تبين أنواع المفعول المطلق. 4- أن تستنتج مفهوم الحالي استنتاجا صحيحا. نبدأ بأسلوب النداء. من أساليب النداء: 1- يا محمد هيا إلى صلاة الجمعة. 2- يا عبد الرحمن هيا إلى صلاة الجمعة. 3- يا أيها الأخوة، لقد حثنا ديننا الإسلامي على التعاون. 4- يا مؤمنا بالله، كن متعاونا على الخير. نداء الكلمة المعرفة بأل: يا زائد أيها زائد اسم مذكر معرف بأل. مثال قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا زائد أيتها زائد اسم مؤنث معرف بأل. مثل قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. إذن نستخلص أن أسلوب النداء يتكون من أداة النداء وأدوات النداء متعددة، وأكثرها استخداما يا. المنادى هو اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء. جواب النداء هو الغرض من النداء. لنداء الكلمات المعرفة بأل نستخدم أيها للمذكر وأيتها للمؤنث. إذا يتكون أسلوب النداء من أداة النداء، المنادى، جواب النداء. نشاط: حدد أداة النداء والمنادى وجواب النداء في الجمل التالية: يا عائشة احرصي على قراءة القرآن. أداة النداء: نعم يا. المنادى: عائشة. جواب النداء: احرصي على قراءة القرآن. مثال آخر: يا فهد احرص على نظافة البيئة. أداة النداء: يا. المنادى: فهد. جواب النداء: احرص على نظافة البيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من يحدد أداة النداء؟ نعم، أداة النداء هي يا، والمنادى في هذا الحديث هو غلام، وجواب النداء: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ننتقل إلى المفعول المطلق. المفعول المطلق هو اسم منصوب مشتق من لفظ الفعل، يدل على حدث غير مقترن بزمن. نشاط: حدد المفعول المطلق في الجمل الآتية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلم الله موسى تكليما. أحسن. المفعول المطلق هو تكليما، وقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، فتحا مفعول مطلق. وقف الرجل وقفتين، مفعول مطلق. نعم، وقفتين. يجتهد الطالب في دروسه اجتهادا كبيرا. نعم، المفعول المطلق هو اجتهادا، يجتهد اجتهادا.
أكمل الجملة الآتية مفعول مطلق مناسب. أقدر العلم فراغ كبيرا. نعم تقديرا. فهمت الدرس فهما. يجتهد الطالب في دروسه اجتهادا. زرت حديقة المتحف فراغ اثنتين، زيارتين اثنتين. سؤال آخر. أسير إلى العلا سيرا حثيثا وأنشط نحو غايتها وأغدو. استخرج من البيت السابق مفعولا مطلقا وبين نوعه. المفعول المطلق، نعم أحسنت، هو أسير سيرا. كلمة سيرا نوعه، قلنا أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع، إما أن يكون مبين مؤكد للفعل أو مبين للنوع أو مبين للعدد. هنا سيرا حثيثا نوعه جاء بعد كلمة سيرا وهي المفعول المطلق حثيثا صفة، إذا نوعه مبين للنوع. ننتقل إلى الحال. ما هو الحال؟ الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه عند حدوث الفعل. عاد الجيش منتصرا من المعركة. الحال هو كلمة منتصرا. تعالوا نحدد الحال وصاحب الحال في هذه الجمل. وقف الطلاب مرددين النشاط الوطني. أين الحال؟ مرددين، نعم صاحب الحال الطلاب. تعيش الأسر المسلمة متماسكة. أين الحال؟ متماسكة، وصاحب الحال الأسر المسلمة. أقبل الناجح مبتسما. أين الحال؟ مبتسما، وصاحب الحال هو الناجح. لا تحكم بين زميلين منحازا لأحدهما. أين الحال؟ منحازا، وصاحب الحال ضمير مستتر تقديره أنت. يعيش المقتصد في ماله سعيدا. أين الحال؟ نعم سعيدا، وصاحب الحال هو المقتصد. سؤال آخر. أدى المسلمون الصلاة خاشعين. ما الحال في الجملة السابقة؟ نعم، كيف أدى المسلمون الصلاة؟ خاشعين. نعم، يبقى إذن الحال هي كلمة خاشعين، حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. أكمل الجمل الآتية بحال مناسبة مع ضبطها بالشكل. ألف ينفق الطالب في المال في الألعاب فراغ مما تعلمه من الدرس. نعم مستفيدا، منصوب بالفتحة. باء يجلس الطالب في الصف فراغ لشرح معلمه. نعم منتبها. جيم ترعى الأم أبناءها فراغ على نجاحهم. نعم حريصة. دال أنهى الفريق المباراة فراغ على نظيره فائزا. اقرأ الأبيات من قصيدة الصغير الكبير ثم أجب. أنا لا زلت تلميذا صغيرا ولكني على صغري مجد. أسير إلى العلا سيرا حثيثا وأنشط نحو غايتها وأغدو. وليس يضيرني صغري إذا لم يثبطني عن العلياء جهد. سؤال. أسير إلى العلا سيرا حثيثا. ما مضاد كلمة حثيثا؟ نعم ما معناها؟ معناها سريعا، إذا مضادها قويا، بطيئا، متمهلا، متكاسلا. نعم بطيئا. اذكر صفتين من الصفات التي تميز التلميذ الصغير في البيتين الأول والثاني. النشاط، نعم، والصفة الثانية السير إلى العلا. سؤال آخر. وليس يضيرني صغري إذا لم يثبطني عن العلياء جهد. استخرج من البيت السابق فعلا مضارعا مجزوما. نعم الفعل المضارع المجزوم هو الذي تسبقه أداة من أدوات الجزم، وأدوات الجزم هي لم ولن ناهية. هنا إذا لم يثبطني، إذا الفعل المضارع المجزوم هو كلمة يثبطني.
وعلى أمل اللقاء بكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.